وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري السوري العقيد عماد الدين السعيد. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، مع إعلان قيادة الأركان بدء العملية البرية فجر اليوم من إعزاز، ما توقعاتكم لشكل خطة الهجوم في عملية عفرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. العملية العسكرية اللي قامت فيها تركيا هذا حق طبيعي لها، لانه حزب العمل الكردستاني هو مصنف ارهابيا، مصنف ارهابيا بموجب اتفاقيه عام 1998 ب 30 تشرين اول بين النظام وتركيا. هاي اولا. ثانيا، هو مصنف ارهابيا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه بيت الابيض، و ينص انه يحق لتركيا بمحاربته. فالعمليه العسكريه اجت يعني اليوم الناس تهول انه اعتداء على الاراضي السوريه واعتداء على ما بعرف شو، هذا كلام مرفوض. هو استئصال ارهاب موجود على الارض السوريه يضرب الشعب السوري والشعب التركي وحتى العراقي. نعم. فلذلك اجت العمليه العسكريه على عده محاور، هي حاليا مبدئيا قطع الطرق الامداد لحزب العمل الكردستاني الموجود بعفرين، ومن ثم ننتظر قريبا اذا ما في هناك تدخلات ثانيه. اتصور عفرين تسقط بيد المعارضه السوريه والقوه التركيه الداعمه لها. طيب، قياده الاركان التركيه اكدت في بيان لها ان العمليه تستهدف من سمتهم بالارهابيين فقط، مع الانباء التي تتحدث عن تنسيق ما بين النظام السوري وميليشيا البي واي دي. هل تتوقعون مواجهة محتملة تركية مع النظام السوري؟ لا أخي العزيز، أنا لو أول بداية قلت لك هناك اتفاق ما بين تركيا وسوريا في عام 1998، اتفاقية أظن عام 1998 ب 30 تشرين أول، هي أنه يحق لتركيا بمحاربة الإرهابيين على الذين خاصة حسب العمل الكردستاني الذين يهددون أمن تركيا. طيب، إن حصل هنالك اتفاق ما بين قوات النظام وبين هذه الميليشيا، هي يعني ألا تتوقعون أن هذا إعلان حرب من قبل النظام السوري على تركيا في حسب المواثيق الدولية التي تؤكد أحقية تركيا الدفاع عن نفسها بوجه أي نظام إرهابي؟ لا حقيقة، مشان النظام هو بداية هو كاذب، سيصطف كافة الطائرات وسيحاربه، انما اعلم النظام عن طريق الرمز وعن طريق القنصليه الموجوده في تركيا ان نحن سنحارب الارهاب. وحاليا مثل ما شايف النظام ملتزم الصمت بكل ما يجري على الارض لانه كاذب وهو مجرم وهو مؤسس الحزب العمل الكردستاني عام 1984. طيب، هل تتوقعون ان العمليه ستكون سهله كما كانت عمليه درع الفرات، خصوصا بعد ان خرج رئيس الوزراء التركي بعلي يلدرم مؤكدا ان اهداف العمليه هو اقامه منطقه امنه عمقها 30 كيلومتر فقط؟ نعم، اتوقع العمليه سهله لانه دوله تركيه ليست دوله سهله، دوله عسكريه ودوله ذات مؤسسات وجيش قوي ودوله ميليشيات، قد يكون هناك بعض العقبات، تفجيرات او بعض القنص، هاي معارك لا يخفى عنها، ولكن نحن قارنا حزب العمل الكردستاني بقوة تركية لا يوجد مقارنة بهذا الموضوع. ما هي الأهداف التي دفعت الجيش الحر السوري إلى الدخول في هذه العملية؟ لأن هناك مناطق عربية استولوا عليها الكراد مثل رفعت منخ مرعنات، هي مناطق عربية واستولوا عليها الكرد للتأمين الفيدرالية وقامت دولتهم بهذا الموضوع، فاضطر يدخل الجيش الحر لحماية المنطقة والسيطرة عليها وحكمها. برأيكم مستقبل المنطقة في الوضع الحالي كيف سيكون؟ الوضع الحالي؟ نعم. الوضع الحالي أنا برأيي قبل أيام قادمة هي أفضل، ليس كما يتصور أن هي حرب على الشعب الكردي أو كذا، لا، الشعب الكردي هناك شعب كثير منه معنا ومع الشعب، مع الشعب السوري ومؤيد هذه العملية، إنما بعض المطبلين المؤيدين للنظام والحزب الإرهاب انه هاي هي حرب على الشعب الكردي. لا، هي ليست حرب على الشعب الكردي، انما هي تخليص الاكراد من ارهاب الاكراد كما كان داعش. المحلل العسكري السوري العقيد عماد الدين السعيد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.